السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعي الكرام. إنا لله وإنا إليه راجعون. الموت يفجع الفنانة لقاء سويدان بوفاة خالتها التي وفتها المنية اليوم، ولم يتم إعلان أي تفاصيل عن موعد وتشييع الجنازة. وقد أعلنت الفنانة لقاء سويدان خبر وفاة خالتها عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، نعت خالتها وقالت: خالتي الحبيبة في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، خالتي الحبيبة فدية في ذمة الله، اللهم أخذ واللهم أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، اللهم ارزقنا وإياها الفردوس الأعلى في الجنة بدون سابق حساب ولا عذاب، اللهم ارزقنا الصبر والرضا والشكر، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها، وثبت قلوبنا واربط عليها يا رحيم يا لطيف. وقد نعت الفنانة لقاء سويدان خالتها عبر حسابها، وطلبت من محبيها ومتابعيها الدعاء لخالتها بالرحمة والمغفرة وكمان بقراءة الفاتحة، كما انهالت التعليقات من جمهورها ومحبيها ومتابعيها بالدعاء لخالتها بالرحمة والمغفرة، كما نعاها عدد كبير جدا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ونجوم الفن ومشاهيره عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، داعين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وزويها الصبر والسلوان. والفنانة لقاء سويدان هي ممثلة مصرية بدأت بالعمل في الوسط الفني منذ صغرها، فقد ظهرت في مسلسل هو وهي مع أحمد زكي وسعاد حسني، بعدها شاركت في عدة أعمال منها أعمال للأطفال، كما شاركت بالغناء في برنامج ومسلسلات الأطفال، ودرست الموسيقى والعزف. وبعد حصولها على شهادة الثانوية العامة التحقت بالمعهد الفنون المسرحية، ثم أكملت دراستها العليا بالموسيقى، كما أصدرت أول ألبوم غنائي لها بعنوان فرحة حياتي، والذي ضم 10 أغاني للفنانة لقاء سويدان.